الله معكم. أنا ريما فؤاد نجيم، مهجرة من لبنان. للي بيسألوني ليه ترشحت بالمتن، أهلي من الشوف تهجروا عين الرمانة، تهجرت عجل الديب عقديرة مرسي عقديرة جل الديب، بعدين استأجرنا بيت بجل الديب، بعدين عشت بين الزلقة وجل الديب أكثر من 20 سنة من عمري. هونيك طلعت عبر هوا إذاعة وصلتني على كل لبنان وعلى بلاد الاغتراب. هونيك نضلت على الهوا وتحت الهوا وبساحات النضال. هلأ موقفين عني الهوا، قال لعدم تكافؤ الفرص بيني وبين المرشحين الباقيين اللي بيطلعوا كل يوم على التلفزيونات وصورهم مملية الطرقات. أكيد ما في تكافؤ فرص بيني وبينهم، طبعاً أكيد ما في تكافؤ فرص بيني وبينهم، طبعاً. وما في تكافؤ بالنضال، لأنه وقت كانوا هن مخبرين صغار كنت أنا بساحة 2005 عم بناضل. وبوقتها كمان وقفوني عن الهوى، مش مشكلة، بس دايما كنت ارجع على الهوى وارجع ناضل. بوقتها السياسيين ما غيرن خذلونا ب 2005، وكمان كرمال ذات الاشياء، كرمال المحاصصة، وراح الحلم وبلشت سلسلة الاغتيالات ورجعت على الهوى. بتذكر وقت اغتيل جبران تويني كنت على الهوى ورفضت اعلن الخبر، وقت اغتيل بيير جميل كنت بجديده. وكملوا ورجعنا نضلنا لنعرف الحقيقه بالساحات، وما عرفنا الحقيقه لليوم. طلع بهالبلد كل حدا بيناضل ليعرف الحقيقه بيلحق كل اللي راحوا. وكملنا حروب إرهاب، حرب تموز، 7 أيار، كل يوم كلنا نوعى مصيبة جديدة. وأنا كان شغلتي أوعى كل يوم الصبح أقول لهم للناس مبلا في أمل، قوموا لقوا هدف الناضل كرماله. بس لأمتين خذلونا كتير ونحن ناضلنا كتير وبعدنا عم نناضل. كنت أحلم بشيء اسمه 17 تشرين، وتحقق الحلم. بتذكر كنت قاعدة، إجا ابني قال لي شو عم تحضري؟ قلت له تحقق الحلم. قال لي شو؟ قلت له قوم لننزل عجل الديب. عيطنا لأصحابه، قلت له هيدا الشيء اليوم هو اللي ما رح يخليك تفل. وجمعنا أصحابه ونزلنا، وبكل فخر حرقت دوليب، وبكل فخر سبيت لهم على الممنوع المسبات. مسموح يفجروا مدينة بكاملها بس ممنوع المسبات. فجرونا كلنا وهن واشلائنا موجوده على الحيطان، بدهم ايانا نكمل ونعتبرها قضاء وقدر. في اوقح من هيك؟ في اسفل من هيك؟ وقال تاني يوم كنسوا وحبوا الحياه. لا، ما بدنا نكنس وما بدنا نقبض الاسيرانس، وبدنا نترك كل شيء شاهد على اكبر جريمه بهالعصر، وبدنا نعرف الحقيقة، وبدنا نبقى هون، وبدنا نسور مرة تانية وثالثة ورابعة. وبدهم يضلوا يخذلونا، بدنا نفرجيهم هالمرة بالانتخابات مين رح يخذل مين.
لهيدول المرشحين اللي بيعملوا زيارات وبيشحدوا صوت من هون وبيدفعوا صوت من هونيك، بدنا نقول لهم انه راحت هيديك الايام اللي بيطلع النايب قبل ما تصير الانتخابات فشرته.